بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة في اليوم 18 من شهر رمضان لعام 1444 الموافق الأحد 9 من أبريل عام 2023، ننقل لحضراتكم هذه الجلسة، إحدى جلسات ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية إعلامية للهيئة الوطنية للإعلام، وتنقله لحضراتكم قناة النيل الثقافية. يشرفنا أن نكون معكم في هذه الليلة والحديث عن صدقة الفطر. كثير هي الأحاديث النبوية المشرفة، كثيرة هي الآيات التي ذكر فيها رب العزة سبحانه وتعالى أهمية البذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى يذكر في إحدى آياته الكريمة تلك الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وهكذا تأتي الكثير من الآيات القرآنية المشرفة تذكر أهمية البذل والعطاء. ثم يأتي الحديث عن صدقة الفطر، هذه الصدقة التي ربما لم يأتي بها نص قرآني واضح، لكنها بنص الحديث الشريف، ويحدثنا في ذلك أساتذتنا من العلماء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرض علينا، فجاءت صدقة الفطر فرض على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير، على الحر والعبد عقب الصوم. إذن فقد حدد لها موعد وحدد له مقدار. سيكون هذا هو حديثنا لهذه الليلة من ملتقى الفكر الإسلامي الذي يشرفنا أن يحاضرنا فيه كل من الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا، أهلا وسهلا دكتور. أيضا الدكتور نوح العسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب معالي وزير الأوقاف، أهلا يا دكتور. واسمحوا لي أن يبدأ هذه الجلسة الدكتور نوح العسوي بحسب رغبة الدكتور بكر زكي عوض، لكن بعد قراءة من آيات الذكر الحكيم من سورة مريم يتلوها علينا القارئ إبراهيم الفشني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجع
يسقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت فضيلة الشيخ إبراهيم الفشل. حقيقة حين أتحدث عن صدقة الفطر التي هي من العبادات التي من الله بها علينا إذ جاءت طهارة أو طهرة وكفارة لما قد يقع للصائم من نقصان في الأجر في شهر رمضان وطعمة للمساكين من المسلمين ولها أحكامها وشروطها. يحدثنا في هذا الأمر صدقة الفطر أو زكاة الفطر فضيلة الدكتور نوح العسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف. تفضل دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وسائر الأعمال. وفي بداية كلمتي أتوجه بكل الشكر والتقدير لعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق فرع جامعة الأزهر بالقاهرة، على ما آثرني به في البدء، وهذا منه تواضع جم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلمه وأن يبارك فيه. وكما هو معلوم في ديننا الإسلامي الحنيف أنه دين البذل والعطاء، دين الجود والكرم والسخاء، دين يحث على التعاطف والتراحم والتكاتف والتكافل، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف حيث قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الدين الحنيف، دين العطاء، دين الكرم، دين السخاء، دين التعاطف، دين التراحم، دين التعاون، دين التآلف، دين التكاتف، دين التكافل. ولتأكيد هذه القيم النبيلة فرض الله تبارك وتعالى الزكاة بصورة من أرقى الصور الإنسانية، فرضها لتجمع الترابط بين المسلمين، ولتحث على التكاتف والتعاون والتآلف فيما بينهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فربنا سبحانه وتعالى جعل الزكاة ركنا أساسيا من أركان الإسلام التي لا يكتمل إيمان المرء إلا بها. والمتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم قرن الزكاة بأعظم فريضة وهي الصلاة، تعظيما لشأنها وعلوا لمكانتها ومنزلتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم رغبنا في الإنفاق والصدقة، كل ذلك ليكون المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا مترابطا متعاونا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف الذي يرغبنا فيه في الإنفاق والزكاة والصدقة:
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كل ذلك ترغيب في الصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وإخراج الزكاة الواجبة على المسلمين. ولا شك أن الزكاة تسهم في التكافل المجتمعي، باب عظيم من أبواب الخير، تسد به حاجة الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمحتاجين، باب من الأبواب التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، فإذا ما أخرج المسلم زكاته وأطعم الفقير مما أطعمه الله عز وجل بارك الله له في ماله ونال بذلك الأجر العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أنواع الزكاة التي فرضها ربنا سبحانه وتعالى علينا زكاة الفطر أو صدقة الفطر، فأنواع الزكاة كثيرة، منها زكاة المال أو زكاة الأموال، ومنها زكاة الزروع والثمار، ومنها زكاة البهائم والأنعام، ومنها زكاة ما يخرج من الأرض، ومنها أيضا زكاة الفطر. فصدقة الفطر أو زكاة الفطر من أنواع الزكاة التي أوجبها ربنا سبحانه وتعالى علينا جميعا، وسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من باب تسمية الشيء بسببه أو إلى سببه، فوجوبها الفطر من رمضان، فما دام الإنسان في شهر رمضان وقبل أن ينتهي رمضان بدقائق أو بثوان لا تجب عليه زكاة الفطر. فسميت زكاة الفطر لأن سبب وجودها هو الفطر من رمضان، لأن سبب وجودها هو انتهاء الصيام، انتهى شهر رمضان بغروب آخر شمس، بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ومن هنا وجبت زكاة الفطر، لأن الإنسان بعدها أو ساعتها يدخل في ليلة العيد وهي ليلة الفطر بانتهاء شهر رمضان. أوجبها ربنا سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة، على كل ذكر وأنثى، على كل حر أو عبد من المسلمين، هكذا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرجها الإنسان عن نفسه وعن
من يعوله أو تلزمه نفقته من زوجته وأبنائه وخدمه وآبائه الفقراء. بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد، على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير من المسلمين. والحكمة من مشروعية هذه الزكاة، قال العلماء فيها حكمتان عظيمتان ذكرهما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة أي قبل صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي هذا يتضح لنا الحكمة من فرضية زكاة الفطر بأن فيها حكمتان عظيمتان، فرضيتها الحكمة الأولى أن هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث، فالإنسان الصائم في رمضان قد يتعرض لما يشوب صومه، يتعرض للغو أو لرفث أو لفحش من القول أو كلمة أو لغيبة أو نميمة أو غير ذلك مما ينقص ثواب الصيام، فتأتي زكاة الفطر فتجبر صومه إذا أخرج صدقة الفطر، فتكون هذه الصدقة جابرة أو جابرة لصومه، تجبر ما نقص من الصوم، فيصبح الصوم كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة الأولى من شرعية صدقة الفطر، وهي حكمة تعود على الصائم نفسه، تطهره من اللغو والرفث. أما الحكمة الثانية فإنها تعود على الفقراء والمحتاجين، بمعنى أن الإنسان حينما يخرج صدقة فطره فإنها تعود على الفقراء والمساكين بالفرح والسرور، تدخل عليهم الفرحة في يوم جعله الله تبارك وتعالى فرحة لجميع المسلمين وهو يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فإذا ما أخرج المسلم صدقة فطره للفقراء والمحتاجين في وقت وجوبها أو قبل وقت وجوبها بيوم أو بيومين أو أكثر، فإنه بذلك يدخل السرور على الفقراء والمساكين ويشعر بحاجتهم ويشاركهم فرحتهم ويخرجهم عن ذل المسألة في هذا اليوم. أما عن وقت وجوبها فكما بين العلماء أن وقت وجوبها بأول ليلة من ليالي عيد الفطر المبارك، بانتهاء الصيام يبدأ الوجوب،
وجوب الزكاة، لكن الوقت المستحب لها كما بين العلماء من بعد صلاة الفجر، أي فجر يوم العيد، حتى قبل صلاة العيد، هذا هو الوقت المستحب الذي كان يخرجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أن يخرجها الإنسان قبل ذلك بيوم أو بيومين أو بداية من شهر رمضان، لأن الصدقة مرتبطة بشهر الصيام، فيجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان. وهذا ما قال به أحد الأئمة وهو الإمام أبو حنيفة، فقال إنه يجوز للإنسان أن يخرجها من أول يوم في شهر الصيام. هذه الزكاة وهذه الصدقة اختلف العلماء في إخراجها، هل يخرجها الإنسان طعاما أو شعيرا أو قمحا، أو يخرجها نقودا كما هو الحال المعاصر. بعض العلماء قال إنه يجب أن نتمسك بما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نخرجها من الطعام من غالب قوت البلد، لكن الأولى في عصرنا هذا أن يخرجها الإنسان نقودا لكثرة حاجة الفقراء إليها، فحينما تخرج الزكاة نقودا أو أموالا تعطي فرصة للفقير والمسكين والمحتاج أن يشتري ما يحتاجه أو ما يريده بنفسه، فكلا القولين صحيح، وإن كنت أميل إلى إخراجها نقودا وخاصة في هذا العصر العظيم. أما بالنسبة للزكاة عامة، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا وحثنا على إخراجها وحذرنا من التهاون في آدائها، لأنها أمر واجب وركن من أركان الإسلام الذي لا يكتمل إيمان المرء إلا به. لذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من التهاون في إخراجها، فقال في آياته الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فلنتق الله إخوة الإسلام ولنسارع في الإنفاق في سبيل الله عامة، وإخراج زكاة أموالنا وصدقة فطرنا خاصة، حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا صومنا وسائر أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الدكتور نوح العسوي على ما تفضلتم به من فيض علمكم، ونرجو الله أن يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله، ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم الوفير. وحقيقة أن الصدقة، يعني هناك هذا الحديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. من هنا تأتي أهمية هذه الصدقة. وفي أحاديث أخرى أو في أحاديث أخرى، وأنا بين الأزاهرة إذن لابد أن ألتزم قواعد اللغة، يعني أن العبد حين يذهب إلى ربه ووقت الحساب يتمنى أن يعود ليتصدق،
ليس ليحج، ليس ليصوم، ليس لكذا، إنما ليتصدق. كثير هي الأحاديث والآيات القرآنية حول هذا الأمر، العطاء والصدقة والزكاة. يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي في هذه الليلة الطيبة المباركة التي شاء الله أن ألتقي فيها مع أخ كريم وزميل في ركب الدعوة عظيم، وهو الأخ الدكتور نوح، ومع كوكبة من أهل العلم والسادة الحضور، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف، أن أدعو الله بدوام هذه المواسم، لأنها مواسم خير. وأدخل في موضوع هذا العنوان ما يتعلق بصدقة الفطر، فأقول: ومن الله التوفيق. أولاً، الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن سيدنا رسول الله، ورسول الله أخبرنا عن الله، وما أخبرنا رسول الله به عن الله فهو باد وظاهر في هذه القضية. وما أخبرنا الله به عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واضح في هذه الأمسية إن شاء الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: لله أرحم بخلقه من الوالدة بولدها. والله أخبرنا عن سيدنا رسول الله بقوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأخبرنا بقوله: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. تجلت رأفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجلت رحمته في مواطن لا يستطيع أحد أن يحدها أو يعدها، ولكننا سنتناولها في هذه المناسبة على النحو التالي. أولاً، المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أن يوم العيد إذا دخل على أحد من المسلمين وليس عنده في بيته طعام أو شراب أو ملبس، أو هو عاجز عن سداد دين أو تطبيب مريض أو ما شاكل ذلك، فإن هذا اليوم لن يكون يوم عيد بالنسبة له. لماذا؟ لأن الأغنياء في واد بزخ وصرف وترف إلى آخره، والفقراء يتألمون من دخول هذا اليوم الذي لا يجدون فيه طعاما ولا شرابا ولا ملبسا إلى آخره. فكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلهام من ربه أن يشرع لنا في ضوء قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، وفي ضوء قول الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي ضوء قول الله: وأطيعوا الله والرسول. فإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: هو نصير الفقراء، وهو المثني على الأغنياء إذا جادوا بالعطاء، وهو الذم واللاعن للبخلاء إن لم يكونوا أسخياء، حتى قال بحقهم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إلى آخر الحديث.
فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقدم حلاً لفقراء الأمة في يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وحل مشكلة الفقراء في عيد الفطر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبلغ حداً في الكسرة، سمعنا بعضها. جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافاً عدة مما هو متاح كطعام وقت نبوة رسول الله في المدينة. العلماء حين جمعوها قالوا نص على التمر والبر والزبيب والشعير والأقط، أي اللبن الرايب منزوع الدسم، والسلت وهو على غرار القمح، والدقيق، إلى آخر ما تعارف عليه العرب وقت بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فأيضا إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد تدخل لحل مشكلة الفقراء في عيد الأضحى حين أوجب في رأي بعض الفقهاء وسن في رأي البعض الآخر الأضحية، وذلك ليجد الفقير قطعة لحم يأكلها في يوم العيد. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت هو نصير الفقراء. وفي نفس الوقت وجدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يجعل صدقة الفطر من العملة. لماذا؟ لأن العرب لم تكن لهم عملة خاصة بهم حتى سنة 80 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما العملة أي المال السائل أو السائد كان يتجلى في عملتين في الماضي على غرار الحاضر: الدينار وهو عملة رومانية مقدارها 4 جرام وربع، والدرهم وهو الدينار من الذهب، والدرهم وهو عملة فارسية مقدارها 2 جرام ذهب وثلث. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل زكاة الفطر من الدينار أو الدرهم لأنهما لم يكونا من عملة العرب، بمثل ما نسمع نحن الآن أو نعرف عن كلمة الدولار وكلمة اليورو، فهما عملتان مشهورتان ولكنهما ليس في أيدي جميع العرب والمسلمين. لو فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدينار أو الدرهم لوجدنا في ذلك مشقة، ولوجد المسلمون عبر التاريخ كله مشقة في أن يخرجوا صدقة الفطر من الدنانير أو الدراهم. ومن هنا حتى لا يكلف رسول الله الأغنياء شيئا فوق طاقتهم جعل صدقة الفطر مما هو متيسر إما في تجارتهم أو في بيوتهم أو بين أيديهم، فجعلها من التمر والشعير وما شاكل ذلك، وقد كانوا يتبايعون به بطريق البدل. في الوقت نفسه لا تظن أن ما يقال أو ندعو إليه فيما يتعلق بجلب العملة الصعبة أو الحرص على جلبها كان أمراً بعيداً عن سيدنا رسول الله، كلا والله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على أن يجعل في بيت مال المسلمين الكثير من الذهب والفضة، ولكنه كان يدخره لضرورة. والدليل على هذا أنه كان يأمر أي صحابي يخرج ليوقع معاهدة عند هذه القبيلة أو تلك، أو يغزو أو يفتح هذه الدار أو تلك،
يقول له خذ من كل حالم دينار. ومعنى خذ من كل حالم دينار أي من اتفق معك أنه لن يعلن الإسلام ولن يدخل معنا في الحرب وقبل أن ندافع عنه ليحيى آمنا مستقرا، فخذ من كل شاب بالغ قادر على القتال، نتركه ولا نكلفه القتال، لكن نأخذ منه دينارا واحدا يؤتى بهذا الدينار ليوضع في بيت مال المسلمين. ومن هنا كان أول من سن ما يسمى بجمع العملة الصعبة لتقوية خزينة الدولة الإسلامية هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة أردت أن أشير إليها في هذا الأمر. النقطة الثالثة أن بعض الناس في أيامنا هذه يقولون إن صدقة الفطر لا تكون إلا من الحبوب أو الأطعمة، وعندما يسمعون أن فلانا قال إن صدقة الفطر تعطى من المال يقولون لم يرد ذلك في حديث رسول الله. نقول لهم أنتم لم تعقلوا حديث رسول الله ولم تعلموا أدب التعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفقهوا لغة العرب، لأن هناك فرق بين أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو إلى آخره، وبين أن يقول لا تخرجوا صدقة الفطر إلا من بر أو شعير أو تمر إلى آخره. فلو قال لا تخرجوا صدقة الفطر إلا من بر أو شعير أو إلى آخره لكان ذلك أمرا ملزما لنا إلى قيام الساعة. وأما أنه يقول في رواية يذكر مثلا نوعين، وفي رواية أخرى يذكر أربعة أنواع، وفي رواية ثالثة يذكر خمسة أنواع، فهمنا الصحيح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن نحسن فهم السنة لأن ذلك سيحل كثيرا من مشاكلنا. ماذا أريد بهذا؟ لما تقرأوا أو تسمعوا التمر، الزبيب، الشعير، اللبن الرايب، الأقط، السلت إلى آخره، هذه الأنواع لم تكن متساوية في سعرها في أيام سيدنا رسول الله، بل كانت متفاوتة في أسعارها، فمنها الغالي ومنها الرخيص أي القليل الثمن. ذلك يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي فرصة لمن أراد أن يخرج صدقة الفطر أن يخرجها في ضوء إمكاناته المادية أو قدراته الشخصية، فإذا كنت ميسور الحال فأخرجها وقدرها مثلا بحساب الزبيب 2.5 كيلو، يبقى معناها تطلع 250 جنيه. أنا ما بقولش هذا هو المقدار، إنما بقول الرسول بيعطي فرص ميسور الحال قوي، الناس اللي هي دخلها أرقام فلكية، قل له طلع على غرار الزبيب أو طلع على غرار التمر. واللي يجي يقول لك بقى ما ينفعش تطلعها فلوس اللي هم طائفة احنا عارفينها، قل له أنت عايز تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل له آه. هيقول لك آه. قل له طب سيدنا رسول الله قال أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر، وتمر المدينة الكيلو الواحد ب200 ريال ما يعادل 1600 جنيه، والإنسان مطالب إن هو يطلع مقدار 2.5 كيلو صدقة فطر عن نفسه فضلا عن امرأته وعن أولاده. عندها سيقول لك لا، هناخد باللي قالته دار الإفتاء، لأنه يحس إن مطلوب منه إنه هيطلع عن كل فرد ما يقرب من إيه؟ من 4000 جنيه، ما دام هتاخد بظاهر النص
وتمشي في الشوارع وتنزل على مواقع التواصل إن لا يتأتى إخراج صدقة الفطر إلا مما ورد في السنة، أقول له إن أردت أن تأخذ بظاهر السنة فأخرجها من الطم أو أخرجها من الزبيب، والكيلو بمئة جنيه، عندك 2.5 كيلو الآن يبقى الفرد 250. ساعتها هيقول لك لا، أرجع لما قالته دار الإفتاء إن إحنا هناخد 2.5 كيلو غلة ما يعادل 30 جنيه فيما يتعلق بهذا الأمر. إذن فهمنا للسنة ينبغي أن يتوسع، وأن نستنبط من الأحاديث أن رسول الله حين فرضها لم يفرضها ليجعل من فرضها مشكلة، ولكنه فرضها ليقدم حلا من خلالها. واعلموا أن ما كان طعاما أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاكهة في أيامنا، وما هو فاكهة في أيامنا كان طعاما في أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، هل نحن هنا في مصر نعيش ليل نهار على الأسودين كما قالت السيدة عائشة: تمر الليالي ذوات العدد ولا يوقد في بيت رسول الله نار، وليس لنا من طعام إلا الأسودان التمر والماء. يعني تقعد ما يقرب من شهر لا تجد شيئا تطبخه في بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعيشون على التمر وعلى الماء فقط. فهل التمر بالنسبة لنا الآن هو طعام أم أنه كاد أن يكون في حكم الفاكهة؟ لأننا نأتي به مرتين في رمضان، وأحيانا في العيد الكبير لمن كان من أهل الإيه؟ من أهل اليسار. ويلحق بهذا أيضا الزبيب وما شاكل ذلك. في نفس الوقت أيضا الذين يقولون لا يتأتى أن نخرجها مالا، نقول لهم: هل تنكرون أو ألا تقرون بأن الإسلام للبشرية جمعاء؟ يقولون: نقر بأنه للبشرية جمعاء. نقول لهم: فماذا نقول للمسلمين في أوروبا وفي أمريكا وفي كل بلاد العالم؟ أنذهب إليهم هناك لنقول لهم: أخرجوا صدقة فطركم صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من طم؟ هل هذا يحل مشكلة الفقراء يوم العيد بالنسبة لبريطانيا أو أمريكا؟ لكن نقول لهم: أدوا صدقة الفطر في ضوء ما يصدر عندكم من فتاوى فيما يتعلق بهذا الأمر. ومن هنا يكون الإخراج من المال هو الأنفع لمصلحة الفقير. وفي الختام أقول إن إخراج الصدقة من الآن، أكرر، إخراجها من الآن خير من إخراجها ليلة العيد. وإن كان الفقهاء القدامى قالوا بهذا لأن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفي المرأة العربية أن يذهب إليها مسلم ليلة العيد أو قبل الصلاة بقليل من الدقيق مع قليل من اللبن الرايب، فتاخدوا وتعجنوا على بعض وتعملوا قرص يكلوه ويحمدوا ربنا. ده حل مشكلتهم، وكانوا بيحمدوا ربنا لأنهم كانوا راضيين بالقليل. لكن احنا النهاردة علشان أروح ليلة العيد وأدي لفقير غلة أو ذرة أو رز أو حتى فلوس، هو يريد أن يشتري ملابس لأولاده، يريد أن يشتري دواء، أن يشتري كساء. إذا كان يريد أي شيء فالمال يساعده على شرائه. وإذا أعطيناه ما ورد في بعض الأحاديث فإننا نصدر له مشكلة ولا نحل له مشكلة. واذهب إلى أي فقير ليلة العيد وأعطه نصف أردب شعير وقل له أو لها: هذه صدقة الفطر. ستقول: أغناني الله عنك، خذ صدقتها وعد من حيث أتيت،
فأنت أتيت لي بمشكلة ولم تأتي لي بحل. الحقيقة طلب مني أن الوقت قد انتهى. أنا أشكركم ومستعد بعد يعني ختم الحلقة أن أجيب على أي أسئلة بصحبة الدكتور نوح والسادة العلماء. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة سعادة الدكتور الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، احنا مضطرين بحكم التزامنا بالمواعيد كما تعلمون حضراتكم، انما احنا هنقعد نستمع طبعا لعلم فضيلتكم وهنتساءل، لكن اعذرونا يعني بحكم التزامنا بالمواعيد مضطرين ان احنا نختتم هذا اللقاء. نستمع الى المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني في ختام هذه السهرة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل صيامنا واحفظ بلادنا يا زين الأكوان والأزمان. هذا رسول أكرم شافع، هذا الأمين ويحمل الإيمان. فسل البدور إذا جمالها. فسل البدور إذا رأيت جمالها. فسل البدور إذا فسل البدور إذا رأيت جمالها. من مثل طه في الورى
المسك فاحي المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي الله الله أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وقل لي مين النبي غالي الله الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء حادث لي جدك طمني الله الله وبذكره حفضل متهني الله حادث لي جدك طمني وبذكر حفضل متهني الله الله أنا من حسين وحسين مني أنا من حسين وحسين مني أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله
ونحن في رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، وبهذه الابتهالات وبعد جلسة علم استمعنا فيها لفضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض وفضيلة الدكتور نوح العيسوي، وكان الحديث حول صدقة الفطر وزكاة الفطر وبين حكمها وشرعيتها وسبب فرضها وكيف جاء الفرض، رغم أنه لم يأتي بنص من القرآن الكريم إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكما ذكر الدكتور بكر زكي عوض أن هناك كثير من الآيات أن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكثير من الآيات التي تقر وتفرض كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم وكأنه حكم سماوي. صحيح يا دكتور؟ إذن نختتم هذه الليلة من ملتقى الفكر الإسلامي الذي تنظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبرعاية وزارة الأوقاف، وتنقله لحضراتكم قناة النيل الثقافية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام. إلى أن نلقاكم وجلسات أخرى، نترككم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.